بمناسبه تحفيز الفرق برضو يا كابتن اسامه وكابتن شريف، انا بشوف ان الحمد يعني الفرق كلها دلوقتي بدات تجيب بصفقات جيده جدا. انا متخيل ومتوقع مش حكايه سهله. نعم مبقتش الحكايه سهله بالظبط. فانا متخيل او متوقع ان كمان الدوري السنه الجايه هيبقى اصعب اكثر سخونه اكثر سخونه، ولكن ان شاء الله البدايات اللي احنا شايفينها اللي احنا بقالنا برضو كابتن اسامه برضو بقالنا فتره ما شفناهاش، اللي هي بدايه اللي احنا خش اخد معظم اللعيبه يعني مش كلهم لكن معظم اللعيبه خدت اجازه شهر وبعد كده هتاخد فتره اعداد شهر وبعد كده هتلعب ماتشات، وبالتالي الموضوع ده احنا ما شفناهوش من زمان جدا. صحيح. واعتقد ده هيؤثر ايجابا طبعا. طبعا اللعيب زيه زي اي حد بيقوم بعمل، بعد فتره جهد وتعب لابد انك بتريح عشان تستعيد نشاطك وطاقتك من جديد. كونك تقعد تواصل العمل بشكل يومي او بشكل اسبوعي وشهري وسنوي متواصل بدون راحات اكيد بيجهدك، مش بس يعني في مهنتنا، في كل المهن لازم بتبقى محتاج راحة. بالزبط. فما بالك كمان احنا بقى اللعيب الكرة بيقوم بمجهود بدني ومجهود ذهني طبعا لنتائج المباريات والنتائج المباريات والمسؤولية والضغط اللي عليه. مظبوط. فمجهود بدني وذهني وعصبي كبير جدا. فبيبقى محتاج لفترة راحة، فما فيش شك انه فترة الراحة ديت ان شاء الله هتنعكس على الفرقة بشكل كويس، ومعظم الناس اللي هي خدت راحات كويسة. المهم في مقابلها الاعداد للفترة الجاية يبقى بشكل كويس، وطبعا ده اعتقد مستر كولر خبرته كبيرة يعني ومعاه جهاز معاون جيد، فهتبقى دي نقطة مهمة جدا لانه دي اللي بتبني عليها بقيه الموسم. طول ما انت بتعمل اعداد كويس. احنا على ايامنا ما كناش بنلمس الكوره دي. لا بس أصل قبل اسبوعين يعني. لا ده اللي انا بقوله، ما كناش بنشوف الكوره دي الا قبلها. الوضع مختلف تماما دلوقتي. بتتمرن من اول يوم صبح بدني، بعد الدور جيم، بالليل تاكتكس. لا ما خلي بالك ايام زمان قوي يعني في السبعينات وبدايه الثمانينات، خلي بالك اللعيبه كانت بتاخد اكتر من شهر كامل اجازه سلبيه كمان، ودي كانت طبعا مع تطور الكوره وتطور الاداء البدني والفني والذهني والعلم وكده، اثبت انه لا، لعيب الكوره مش مفروض انه ياخد راحه سلبيه بالشكل مفهوم السلبي التمام ده، لابد انه بيقوم بتدريبات، لابد بيقوم حتى في فتره الراحه، مش ضروري بيعمل حمامات سباحه. لا ممكن يلعب طايره، ممكن يجري على البحر اذا كان بيصيف، يخش الجيم، تنس. يعني التنس، فبيرجع لياقته الى حد كبير قريبه من اللياقه اللي هي الاخيره اللي بيلعب بيها، فعشان كده بيبدا بالكره على طول من الاول. لكن احنا في بدايه يعني في الفتره اللي هم بتوع السبعينات اللي اتفرجت عليهم طبعا وبدايه الثمانينات، فتره الراحه كانت بتبقى طويله قوي وسلبيه، فكان بتحتاج اعداد طويل قوي. يعني كنت تاخد مثلا شهر او شهر ونص اجازه، كنت محتاج بعديها شهرين اعداد. فكانوا بيبداوا المدربين كانوا بيبداوا اول اسبوعين بدون كوره وتدريبات جري وتدريبات بدنيه لغايه لما بتخش في الكوره. لكن دلوقتي الوضع مختلف، التدريب الحديث طبعا الوضع مختلف خالص، من اول يوم بتبتدي تشتغل بالكوره، ويمكن بعد اسبوع او اقل من اسبوع بتبتدي تعمل ماتشات وديه. يعني بعد اسبوع ممكن تعمل ماتش ودي طبعا بطرق معينه، بتوزيع الحمل على لعيبه بطريقه معينه، مثلا بمستوى فرق بيبقى ضعيف شويه، لكن بتبدا بعد اسبوع، لانه الكره بتبتدي زي ما انت شايف كده في الشاشه من اول فتره الاعداد، لانه النظام التدريب اختلف وتطور يعني. لكن هي فترة مهمة جدا 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 عشان دي اهم حاجة، زي الاساس بتاع البيت. يعني انا اتبسطت، ان هو عمل كده، ان هو عمل اليوم الكامل ده يا كابتن كانه معسكر. انت بتروح تروح الساعة 8 تعمل ايه؟ مش قادر، مش شايف قدامك، هتنام. عشان كده اللعيب لازم يساعد المدرب. أيوه. او المدير الفني يعني. مش المدير الفني مهما بيعمل رقابه، مهما بيعمل تدريبات، مهما بيقول تعليمات في صالح اللاعب، ولكن اللعيب المحترف اللي خايف على نفسه لابد انه
يبقى قلقان على اكل عيشه، لازم يبقى بينام كويس، لازم يبقى مراعي نفسه في التدريبات، في الاكل، في الشرب، عشان ده بيبني عليه زي ما بقول لك الموسم كله. ما تخشش بقى في اصابات، طول ما انت بتعمل اعداد جيد اصاباتك تقل، مشاكلك تقل. فنتمنى لهم التوفيق يعني الفتره الجايه ان شاء الله، يعني باذن الله. طيب.